أحد الأفلام الأمريكية سقطت طفلة اسمها جيسيكا في أحد المجاري، فعندما شاهدت الفيلم تأثرت كثيرا لأطفالي في مجرى من أحد مجاري منطقة أمريكا. طاحت الطفلة جيسيكا، قلبت الدنيا جيسيكا، كلها تصيح جيسيكا، هذا اللطم، هذا البكا، هذا الهدوم مشققة، كلها تصيح جيسيكا، يلا تطلعوا جيسيكا. وكل تقنيتهم اجت، والتكنولوجيا كلها اجت، كل العقول الداهية المحنكة، يلا تطلع جيسيكا، بس كنت تطلع سالمة ومرتبة ومشطة ومشيكة، وماكو على خدها دمع، ما خايفة ومرتبكة. آخر شي طلعت جيسيكا، طلعت الحلوة تلعب مشيمة وتتقلب. فجوة رحت لك يا رب، ودحنا هم نتحاسب وبالنار هم نتعذب. فالطفلة من رادت تموت، قلبت أمريكا والغرب، من عندنا شو آلاف ماتت يا رب، آلاف يسوون جيسيكا، نص فاطمة ونص زينب. يلا المهم الكل افتهم، لا ما أظن واحد غبي، هي فيلمها أجنبي وإحنا فيلمنا عربي، بس المصيبة إنتاجه والإخراج جدا أجنبي، إنتاجه والإخراج جدا أجنبي.